أهلا بكم من جديد. الإعلام الجديد وفضائيات الإنترنت أصبحت متنفسا للكثير من الشباب في طرح أفكارهم وسبب المشجع وسهولة التواصل والوصول للناس ووجود مساحة أكبر للتفاعل بدون قيود. ولافت مشاهدين أن تأثير هذه القنوات تجاوز الكثير من التوقعات، مما يعني أنه وسيلة قابلة للتأثير أكبر يوما بعد يوم. دعونا مشاهدينا نتابع هذا التقرير ثم نعود لاستديوهاتنا في جدة مع خلود وجيهان تناقشان المزيد في هذا الموضوع. انتشرت بين فئة الشباب السعودي، وهي ظاهرة الإعلام اليوتيوبي التي تمكنت من الانتشار السريع لملامسة همومهم ومشاكلهم اليومية بعيدا عن مقص الرقيب الإعلامي. فالوسائل أو بعض البرامج التي ظهرت الآن على اليوتيوب بدون تسميات أظهرت أفكار بأسلوب بعضها أقول راقي وبعضها أقول طرح جميل جمع معلوماتي. فاللي كانت عندهم أفكار وما كانوا يستطيعوا يطلعوها على السطح، عندما ظهرت هذه النيو ميديا أو وسائل الإعلام الحديثة سمحت لهؤلاء الشباب أن يطلعوا أفكارهم. أثبتت مجموعة من الناشطات السعوديات عبر برامجهن على اليوتيوب أن بإمكانهن أن يعبرن عن أنفسهن ومناقشة قضاياهن بآليات لا تحتاج لتكاليف باهظة مقارنة بالإعلام التقليدي، بل كل ما تحتاجه آليات بسيطة لإيصال فكرتها للمجتمع بحرية ومصداقية تامة. برامج اليوتيوب هي مو جديدة، يعني بالعكس إحنا يعني ميزة البرامج اليوتيوبية يعني إنه ممكن أي أحد يسويها بكل سهولة، يعني غير عن الإعلام التقليدي اللي هو لازم طبعا يكون عندك بجت وميزانية ضخمة عشان تقدري تنشئي برنامج وتوصلي فكرتك لأكبر شريحة من الناس. أما اليوتيوب لا، يعني بس تكون عندك فكرة وكاميرا وبس. بالرغم من انتشار هذا النوع من الإعلام، إلا أنه ما زال هناك العديد من الأشخاص متمسكين بالإعلام التقليدي نظرا لعدم توافر الإمكانيات التي تسهل متابعتهم للإعلام الحديث. طبعا كلنا لما بنروح مطاعم وبنطلب أكل معظم الوقت بيزيد، سواء بيزيد مننا بيزيد من الأطفال بشكل عام، ممكن الواحد يشبع ويفضل أكل. كذا حاجة لاحظتها بالنسبة للموضوع هذا. أول شيء ما بعمم، بس في كثير من الجمعات اللي يشيل الأكل حقه معاه وخارج اللي باقي ويطلبوا تيك أواي، في نظرة لليوتيوب ما أروح له إلا إذا كان في شيء نادر أو شيء طالع معين أحصل على المعلومة حقته وأروح لليوتيوب. باليوتيوب في أشياء ما تلقاها في التلفزيون، في منتجين، في شباب مخرجين، كل الإبداعات بتكون على اليوتيوب، في تعليق، في ناس يبدون رأيهم عن طريق التعليقات في اليوتيوب. ولفنا على التلفزيون، بس حاليا أصبحت التكنولوجيا يعني في كل دقيقة في كل ثانية تقدر تشوف اليوتيوب. اليوتيوب لأن أقدر أشاهده بأي وقت وكذلك أقدر أعيده بأي وقت أنا أبيه. عبر اليوتيوب عشان أشوفه متى ما بغيت وأقدر أستمتع بالكومنتات وكذا. إذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا التقرير، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفتنا الناشطة في الإعلام الجديد ووسائل التكنولوجيا والإنترنت الآنسة خيرية أبو لبن، وهي أيضا بطلة في مسلسل تكي. مساء الخير. مساء النور. حياك الله. أهلا وسهلا فيك خيرية. بداية إحنا بنتكلم على وسائل الإعلام الجديدة والإنترنت واليوتيوب. طبعا أعطيني أنت طبعا أدرى كيف ممكن هذه الوسائل تكون لها تأثير قوي على الناشطين والمبدعين، كيف ممكن هذا يكون تأثير عليهم بأي شكل من الأشكال. الشيء الثاني، في بداية المقدمة ذكرت أنه هذه الوسائل يعني بتكون يعني
منافسة لوسائل الإعلام التقليدية، لكنها بتزيد عليها شيء معين اللي زاد الإقبال عليها، اللي خلى الإقبال عليها عن وسائل الإعلام التقليدية أكثر. فحدثيني إيش تفتقد وسائل الإعلام التقليدية من هذه الوسائل؟ شوفي، أول حاجة الإعلام الجديد في له بساطة أبسط من الإعلام أبسط من الإعلام القديم بأكثر يعني. وغير كذا ممكن أي أحد عنده فكرة برنامج ممكن إنها تساعد في المجتمع، بيجيب كاميرا، بيجيب فكرة مناسبة وبيقدم برنامج على اليوتيوب، لأنه زحين خاصر بسيط أي أحد بإمكانه يقدم برنامج على اليوتيوب، لكن مو كل برنامج بيكون حلو فكرته رائعة يعني. في الأول والأخير تيجي تحكمي على البرنامج إذا كان حلو ولا لا من نسبة المشاهدة، من يعني الناس هي اللي بتنشر الفيديو، مصاحب الفيديو يعني زي كذا. طب خيرية، زي ما قلنا دحين صار كل يعني ممكن مو كل يوم، كل دقيقة صار بيطلع لنا برنامج جديد، بيطلع لنا فيلم قصير جديد على اليوتيوب، بس أبغى أعرف مشاركة، نسبة مشاركة الفتيات في هذه البرامج هل هي كبيرة؟ كيف تقدر توصفي لنا؟ شوفي، في برامج يوتيوبية بيقدموها سيدات، لكن جدا جدا يعني جدا قليل، ما اقدر اقول كثير يعني، زي نسبه الشباب اللي بقدم برامج اليوتيوبيه. احنا بنتكلم على العالم العربي، العالم العربي والسعوديه بشكل خاص يعني. عندنا هنا في السعوديه يعني في امراه يعني سيدات سعوديات بيقدموا برامج يوتيوبيه خاصه فيهم هم، لكن برضو مو كثير، نسبه جدا قليله، يمكن 10% و20% من اصل اليوتيوب، مره قليل يعني. طب ليش؟ لكن الأهالي أكثر شيء خوفهم من يعني هذا الشيء ضد رغبة الأهل، فهم ما يبوا يكسروا رغبة الأهل يعني زي كذا. بس أنا لا، أهلي دعموني، وكمان كان يعني الحمد لله قد دعمي من أهلي. فينا يعني في بنات عقبتهم أهلهم، فبلاقوا ممكن صعوبة. تكون العقبة الأهل، وعقبة لسه لأنه هو يعني عالم جديد، ما يعرف إيش ردة فعل المجتمع حيكون عليهم، ينتقدهم بشدة. بالضبط، عشان كذا في دحين في مرة قليل، لكن السنة كمان على السنة الجاية حتكون في برامج أكتر. حتى أنا بسمع إنه في مسلسلات بتتصور وفيها نسبة يعني البنات فيها نسبة كبيرة، فكمان على السنة الجاية حتشوف اليوتيوب نص يعني أولاد ونص بنات إن شاء الله. تتفقي معايا إنه هذه الوسائل تعتبر متنفس للبنات، أصبحت متنفس؟ وأنا أبغاك تكلميني عن تجربتك أنت شخصيا، هذه متنفس تعتبر لهم؟ متنفس مو بس للبنات، متنفس للبنات والأولاد، للشباب بشكل عام يعني. يعني لأنها بتستهدف الشباب وبتعتبر صوت الشباب يعني البرامج اليوتيوبية. يعني انت شايفة أنه التقليدي ما كان بيقدم حكاية التقليدي يكون صوت أو بيمثل الشباب؟ التقليدي بيكون موجه لجميع الفئات، للفئة العمرية الكبار، الشباب، المراهقين، الأطفال، لكن اليوتيوب بيركز يعني تركيز تام أو نسبة كبيرة من البرامج اليوتيوبية بتركز على الشباب أكثر شيء. خلود كمان التقليدي عليه رقابة كبيرة. بالضبط. اليوتيوب لا، أنا اللي فهمت جهام من كلامها إنه كمان الوسائل هذه أنت مخيرة فيها أكثر. بالضبط. أنت اللي بتختاري إيش تقولي وأنت اللي بتختاري. بالضبط. شايفة كيف؟ يعني أنت تختاري كيف تبي برنامجك، التوجه حق برنامجك كيف تبي يكون، كله في يدك أنت، مو أحد يجي يملي عليك ويقولك أنت أعملي كده، سوي كده، قولي كده، كله على زي ما أنت تبغي. عشان كده يقولك اللي تشعر فيه بتقولي. اليوتيوب يعتبر صوت الشباب دحين، يعتبر ثورة اليوتيوب. ممتاز. ثورة الشباب. طب زي ما احنا قلنا هذه الثورة يعني بشكل كبير ملحوظة بشكل كبير، بيطلع منها مرة أشياء كثيرة. بس للأسف مو كلها جيدة. في بعضها فيها طرح ضعيف، وساعات كمان طرح صار غير لائق. كيف ممكن نقنن هذه العملية؟ كيف ممكن ندعم هذا المشروع الإعلامي الجديد أنه يطلع بشكل نتمناه كلنا ونحبه؟ شوفي، زي ما قلتي أول، ذكرتي سابقا أنه في كل دقيقة بيطلع برنامج حلو، ومو كلها بتطلع حلوة. تقدري تحكمي أنت إذا كان البرنامج حلو ولا لا، عندك المشاهدات، تقدري تشوفي كم شخص تفرج على الفيديو حقك، تقدر تشوفي كمان، تاخذي فيدباك، تقدر تشوفي التعليقات حقت الناس. في الإعلام القديم ما في هذا الشيء، فتقدري تشوفي إذا كان ده الفيديو حلو ولا لا من عدد المشاهدات. ساعات أنا في اليوتيوب لما أشوف نسب مشاهدات قليلة على الفيديو ما أدخل ولا أفكر، حتى لو كان العنوان استهويني إني أدخل، لكن إذا شفت عدد المشاهدات قليل ما أفكر إني أدخل، ما أتحمس. يعني الحكم الوحيد هنا والمقنن الوحيد هو المشاهد، المشاهدات وعدد المشاهدات بالضبط، وكمان التعليقات كمان يعني تعطي شوية. طب محتاجين إيش عشان برضو نقنن هذا الموضوع، نخليها كلها جيدة غير حكم المشاهدين؟ شوفي، هي أراء الناس تختلف يعني. مثلا أنت تشوف هذا البرنامج حلو، هذا البرنامج غيرك يشوفه مو حلو،
فما في شيء معين، ما في يعني شيء معين الواحد يحتاجه عشان يكون البرنامج حلو او لا. الاول والاخير هي اراء الناس تختلف. صحيح. بس تحس ان هي ممكن يعني ندرج هذه الوسيله كمان، يعني تتبناها جهه مخصصه عشان تخليها اكثر انتاجيه وجودة، وأساسات يحطوا لها أساسيات بدل ما تكون عشوائية كذا كل واحد تجي له فكرة يطلع فيها. هذا أعتقد في نفس موقع اليوتيوب يعني إنه يعمل هذا الشيء، لكن يعني أنت بإمكانك أنت لحالك من غير ما يكون معاك أحد تصوري، حتى لو بالويب كام حق الكاميرا تنزل مقطع على اليوتيوب. يعني خيري قلتي حاجة انتبهت لها، قلتي إحنا بنقدم اللي إحنا نبغاه، اللي إحنا نشعر فيه، اللي بنختاره بالزبط. طيب وتوجهتي بكلامك للشباب، طب ما أنت ملاحظة إنه هذه ممكن تكون نقطة سلبية، إنه هي مركزة فقط على الشباب، طب باقي الشرائح، باقي الأعمار، في صغار في كبار في المجتمع بالضبط. يعني شوف كل شيء له سلبيات وإيجابيات. إحنا مركزين على الشباب، لكن أنا كثير شباب يعرفوني، لكن كثير أطفال يعني أقول لك من عمر 17 سنة لعمر خلينا نقول 24 سنة، هذه الفئة بالضبط اللي تتابع على اليوتيوب. في أكبر لكن مو بنسبة جدا ضئيلة. طب ليه؟ يعني لأنه بكل بساطة البرامج هذه ما أشياء موجهة لهم، ما هي موجهة لهم بالضبط، فما يتابعوها ولا تستهويهم ولا يفكروا حتى أنه ممكن أحد يتابعها أو حتى يقول لصاحبه في برنامج حلو. خيرية مرة سريعاً علاقتك بالمجتمع تغيرت قبل تكي؟ جدا يعني بشكل مره كبير. لانه قبل انا كنت عباره عن مشاهد عادي، دحين صرت انا اقدم للمشاهد. نعم. فهذا الشيء اختلف 180 درجه ممتاز. بشكل كبير. ممتاز. مدخلي قديش انا اشكرك، مدخلي قديش انا متابعه كمان للمسلسل. شكرا لك يا خيرية. ميسا ابغى اسالك، احنا ما حنبعد كثير عن هذا العالم، عالم التواصل الاجتماعي وعالم المراه، بس انت تابعتي معانا لقائنا مع خيرية وهذا الموضوع الشيق جدا ودحين بنشوفه مره كثير بينتشر، انت كيف عندك كده مسلسل بتتابعيه بتحبيه على اليوتيوب؟ للأسف أنا جهان للأسف أبدا ما أتابع على اليوتيوب، بس أحيانا أتابع برنامج سيدتي على اليوتيوب عشان ما أقدر أشوفه على الهواء. طبعا أقول للمشاهدين كمان إنهم ينظروا دائما يتابعونا على اليوتيوب، لكن إن شاء الله مستقبلا أبدأ أتابع كمان المسلسلات والبرامج، حتى في برامج كوميدية أحيانا أتابعها إن شاء الله. ترى فيها أشياء ممتعة جدا. نعم، شكرا لك جهان وخلود على هذه الفقرة المميزة والجميلة وضيفتكم الجميلة. أكيد مشاهدينا راح نروح لفاصل وبعده نتابع نقاشنا من الإمارات، ابقوا معنا. في سيدة اليوم من عمان، الدراما الأردنية تتخبط في أزمة إنتاجية بينما تحقق السينما نجاحات نسائية. من جدة، فاصل بين الرجال والنساء يثير الجدل مع اقتراب دخول المرأة مجلس الشورى. من الرياض، تنظيم التغذية هو أفضل علاج لمرضى السكر. ومن الإمارات، المرأة العربية تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي لانتزاع مزيد من الحقوق.